قدمنا واحد المقابلة محترمة في الجزائر، رجعنا بنقطة إيجابية ما تسجلش علينا، حافظنا على نظافة الشباك، عندنا واحد الصورة شاملة على المنتخب الجزائري. فريق حتى هو تيقدم واحد منتخب تيقدم كرة جميلة. حنا بمعايير الطاقم التقني الآن المعسكر اللي كنخوضو تنوجدو لجميع السيناريوهات المحتملة. هي مقابلة فخ خاصك تسجل وما يتسجلش عليك. نتمنوا أننا نكونوا في نهارنا ونضمنوا التأهل في المغرب إن شاء الله أمام الجماهير البركانية إن شاء الله اللي كتحش بكثرة دائما، لا في المقابلات ديالنا هذا ولا يعني المقابلة اللي غتشهد المنتخب المحلي. نتمنوا أننا نقدموا واحد الصورة جيدة على اللاعب المحلي ونضمنوا التأهل. الحمد لله الأجواء عادية، استعدادات عادية، الحمد لله كل شيء واعي بالمسؤولية وعارف شنو كيتسناه يعني في المباراة إن شاء الله ديال اليوم السبت. كنتمنى من الله يعني قاعد يعني هذه المدة اللي كنا مجموعين بعضياتنا أننا يعني نكونوا نهار السبت في الموعد ونأديو اللي علينا واللي كتسنانا الجماهير المغربية باش نبينوا يعني الوجه الحقيقي ديال اللاعب المحلي إن شاء الله باش نجيبوا التأهل نهار السبت. ماذا يمثل اللاعب في مدينة بركان لأول مرة المنتخب المحلي؟ بطبيعة الحال هنا راه يعني فريق بركاني، فبطبيعة الحال ما غريبش عليه هذا التنظيم هذا بحكم أن الفريق ديالو ديما كيلعب الكؤوس الإفريقية. بطبيعة الحال وصلتنا أصداء على أن الملعب غادي يكون عامر إن شاء الله، فهذا الشيء ما غريبش عليهم ونتمنى من الله أنهم يساندونا باش إن شاء الله نقدموا مباراة في المستوى واللي تليق بالكرة المغربية إن شاء الله.